أنه سيطر على القلعة. سأستعمل المنجنيق الناري، سأهدم القلعة على رؤوس من فيها. لا تتسرع يا سيدي، هناك ألف حل وحل لإخراج من القلعة. قتلكما. لا تتحركا. ما هذا؟ دع الناس في حالهم يا خفاش. يجب أن نعرف ماذا يفعلان هنا. نحن لا نريد أن نتعسف كما كان يفعل الشعشبون. أناس يسيرون في طريقه، لماذا توقفهم وتعطلهم عن أعمالهم؟ لا شيء، لا شيء، سير على بركة الله، سهل الله طريقك. شكرا يا أخي، بوركت يا أخي. يجب أن أتأكد من الأشخاص الذين يقتربون من القلعة يا حسن. لماذا؟ إنها قلعة الناس وبلدهم، أي حق تملكه أنت حتى توقف الناس في الشارع وتسألهم عن أي شيء؟ لا أملك أي حق، ولكن قد يكونا من الأعداء. معك حق في حرصك يا خفاش، ولكنهم كما ترى مسكينان مسالمان. حسنا، أنا غاضب، أنا زعلان، أنا حانق، أكاد أنفجر. قلعتي يا وسباز، قلعتي، وأنا شعشبون لا أستطيع أن أدخل قلعتي. لا تغضب يا سيدي، ستدخلها إن عاجلا أم آجلا. تقول آجلا؟
أريد أن أدخلها عاجلا، هل فهمت؟ سأتجه الآن إلى المعسكر المحيط بالقلعة لأمر الرجال هناك بأن يوجهوا إليها المنجنيق الناري المدفعي. سأدمر القلعة على رأس حسن وبن معه. ولكنك بذلك يا سيدي تدمر قلعتك وتقتل أختك شعشبونة. لا ردت شعشبونة. لا يا سيدي، الحيلة، المكر، الصبر، التروي، الدهاء. تعال معي. إلى أين؟ حينما كنت في السوق لمحت أبا فهمان يبحث عن أبنائه، لم أعره انتباها في البداية، ولكنه الآن يهمنا جدا. كيف؟ ما فائدة رجل عجوز كأبي فهمان؟ الفائدة عظيمة يا سيدي، إن بدر المدور تحبه جدا، فهو والدها الذي رباه. وماذا سنفعل به؟ سنقبض عليه حتى إذا هددنا الخطر هددنا حياته. إنه ضمانة لنا طالما أننا خارج القلعة. هيا يا سيدي تعال معي. ولكني أريد أن أدمر القلعة على رؤوسه. الحيلة والمكر، الحيلة والمكر. هيا يا سيدي. لقد أوشك النهار أن ينتهي ولم يعد شعشبون. أخشى أن يهاجمنا بالليل. لا تخشى شيئا يا خفاش، سنغلق الباب الآن ثم نغلق جميع المنافذ والأبواب المؤدية للقلعة. أما عن العساكر الذين يختبئون في جحورهم فسنغلق هذه الجحور حتى لا يتمكنوا من الخروج طوال الليل. وهل سنبيت في القلعة هذه الليلة؟ وكل ليلة. القلعة الآن لنا، ليس لأحد غيرنا. اسمع خفاش، اذهب ونادي بين الناس أن كل من يحب بدر البدور وبلاد الزهور ويود الدفاع عن بلده ضد طغيان الشعشبون وأعوانه فليحمل سيفه ويتجه للقلعة. حسنا سأفعل، ولكن احذر أن تقع بين أيدي رجال شعشبون. لا تخشى علي. رافقتك السلام. يجب أن نستدرجه إلى المعسكر دون أن يشك بنا، وإلا صاح واستنجد بأهالي قلعة الزهور. هيا. السلام عليكم يا أبا فهمان. وعليكم السلام. يبدو أننا سنتخلص من شرور شعشبون اللص المخادع. إن شاء الله إن شاء الله. تفضل تفضل. أشكرك يا بني، اجلس يا أخي. ما الذي يجري هنا؟ هل هرب شعشبون؟ لا أدري يا أخي، لقد كنت أبحث عن أبنائي فقيل لي أنهم مشتركون مع الشاطر حسن في استعادة القلعة. استعادتها؟ نعم. أما سمعتما بما يجري هنا؟ لا، لقد عدنا لتونا من جزر الحلاوة. نصرك الله يا شاطر حسن، فقد تمكن بشطارته أن يستعيد طاقية الإخفاء والسيف الذهبي ويستولي على القلعة أثناء غياب شعشبون اللئيم ووسواس الخبيث عنه. ألا يخاف من عودة شعشبون وانتقام شعشبون؟ لا أحد يخاف من شعشبون هذه الأيام. لماذا؟ لأن ظلمه للناس بلغ حدا لا يقبله أحد. فهو لص وسارق ومخادع وظالم وباطش وكل ما يمكنك أن تقول فيه من صفات سيئة. السارق، المارق، المخادع. ماذا قلت؟ أشكت أنت، أشكت أنت. جعل الله نهايته عبرة لمن يعتبر. آمين يا رب العالمين. أيها الناس، يا أهالي قلعة الزهور، كل من يحب بلاده ويحب بدر البدور ويريد التخلص من شرور شعشبون وطغيانه فليحمل سيفه ويتوجه للقلعة. أيها الناس،
أنا لن أسكت على هذا أبدا. سأذهب الآن إلى المعسكر لأقصف القلعة المنبهة. هل سمعتم النداء؟ ها؟ لبيك يا بدر الدجور. إلى أين يا أبا فهمان؟ إلى القلعة لأدافع عنها ضد طغيان شعشبون اللئيم ووسواس الخبيث. خذنا معك يا أخي. حياكم الله ورياكما. هيا إلى القلعة. ومن الذي ساعد الشاطر حسن في استعادة القلعة؟ فريق من الناس الأطياب أمثالكما، بدر البدور وخفاش والسقى والعطار وولداي حفظهم الله وصانهما لي سمحان وفهمان. هكذا إذن. هيا إلى القلعة. هيا نلبي النداء يا أبا فهمان. هيا إلى العمل. هيا لنتخلص من شرور وسواس الخبيث. صدقت يا أخي. هيا إلى العمل ونستعيد القلعة من شعشبون ومن أهوانه وعساكره. صدقت يا أخي. نعم هيا يا أخي نلبي النداء معا. هيا يا أخي احملوا يا أخي. هيا نحمله لنخرج به. هيا ساعدني يا أخي. هيا لنتخلص من شرور وسواس. لبيك يا حسن. لبيك يا حسن. لبيك يا بدر البدور. لبيك يا بدر البدور. لبيك يا حسن. لبيك يا حسن. لبيك يا بدر البدور. لبيك يا بدر البدور. لبيك يا حسن. لبيك يا حسن. لبيك يا بدر. لبيك يا حسن. لبيك يا بدر البدور. مساء الخير. من أنت؟ ماذا تريد؟ أنا حسن. من هو حسن؟ قلت لك ماذا تريد؟ سمعان فهمان ما الذي أصابكما؟ معنى أوامر بأن نتأكد من كل شخص يقترب من شعشبونة. ومن الذي أعطاكما هذه الأوامر؟ الشاطر حسن. الشاطر حسن؟ أنا آسف يا صديقي. أين شعشبونة؟ بالداخل. ابتعد عن الطريق. أبرك يا حسن. حسوني. كيف حالك يا شعشبونة؟ ما دمت أنت معي فأنا بألف خير. متى سنتزوج؟ شعشبونة أنا لن أتزوج بك. ولم لا؟ ألست حسوني؟ ألست أجمل امرأة في العالم؟ شعشبونة استمعي وانتبهي لما أقول جيدا. الجمال يا شعشبونة جمال الأخلاق، جمال النفس، نظافة القلب. لذلك فلقد خدعك شعشبون وأوهمك أنك أجمل امرأة في العالم. لذلك أيضا أنت دائمة النظر إلى المرآة لأنك غير واثقة مما قاله لك شعشبون. هل فهمت؟ أنت ضحية. ضحية؟ ماذا تعني؟ لقد ضحك عليك شعشبون عندما قال لك أنك أجمل امرأة في العالم. لقد حشى رأسك بأوهام لا وجود لها. لقد جعلك عاجزة عن معرفة حقيقة الأشياء يا شعشبون. انظري إلى نفسك، انظري إلى المرآة. هل تستطيعين الحكم على نفسك؟ لا، أريد أن تحكم المرآة علي. المرآة تعكس ما بنفوسنا يا شعشبون. أنت تريدين أن تصدقي ما قاله لك شعشبون، ولكنك لا تستطيعين. اسألي نفسك يا شعشبون، هل أنت جميلة؟ هل أنا جميلة؟ وبماذا ترد عليك نفسك؟ إنها لا تعرف. شعشبونة فكري بالأمر، فكري وتذكر الأكاذيب التي كان يكذبها عليك شعشبون وأنت صغيرة. ماذا كان يقول لك شعشبون وأنت صغيرة؟ كان يقول إنه
أقوى رجل في العالم، وإنني أجمل الجميلات. أذكر أنه كان دائما التقاتل مع الأولاد، كان خائفا منهم، ولذلك كان يحب ضربهم والضحك عليهم، كان يحب إذلالهم وتعذيبهم. ولهذا كنت تخافين منه؟ نعم، كان يهددني دائما، وكان يخيفني دائما. ماذا كان يقول لك؟ كان يقول: شعشبونة، إذا أنت أخبرت أبي بأني ضربت الأولاد فسأمزق ثوبك وسأدهن وجهك بالسواد. ثم إنه كان يكذب علي، كان يخرج برفقة عصبته من أولاد السوء للسطو على الدكاكين وأذية الناس، ويعود بأقمشة وفاكهة ويقول إنه اشتراه. كيف كان يجمع حوله أفراد هذه العصبة؟ بالتهديد تارة، وبالكذب والإغراء تارة أخرى. كان يعدهم بأنه سيحتل العالم ويعينهم في مراكز هامة ويغرقهم بالمجوهرات والملابس الفاخرة. كان يعاملهم مثلما كان يعاملني، يغدق عليهم المسروقات ويهددهم بالضرب إنهم أخبروا أحدا. ثم إنه كان يكذب علي، كان يقول إنني أجمل الجميلات، كان يكذب علي إنه كاذب. ولما كبرت ظل يكذب عليك أيضا. لقد كذب عليك شعشبون عندما قال لك بأنه أقوى رجل في العالم. شعشبون ليس قويا يا شعشبون، فكل طاغية قوي سيجد من هو أقوى منه. عزيزتي شعشبون، القوة هي قوة الخير، قوة ضبط النفس عند الغضب، قوة مساعدة الآخرين، وكذلك الجمال. أولست جميلة يا حسن؟ أنا لن أجيبك، فكري بالأمر وأجيبي أنت بنفسك على سؤالك. فكري بمدى حبك للناس. أنا متأكد أنك فتاة طيبة، تحبين الخير، تحبين الطيبة، تحبين الناس، تحبين الجمال. ولكن أخاك شعشبون فرض عليك كراهية الناس وضربهم وأذيتهم وشوش أفكارك. شعشبون، يجب أن تكفي عن حركات الجنون التي دفعك إليها. شعشبون، يجب أن تكفي عن حركات الجنون التي دفعك إليها. شعشبون، فكري بالأمر واسألي نفسك، وأنا سأتركك لنفسك. فكري بالأمر يا شعشبون. مرآتي يا مرآتي، من أنا؟ من أنت؟ أثبت أنك أنت. انصرف عن باب شعشبونة وانتظراني في القاعة، هيا. لماذا يا حسن؟ شعشبونة ليست بحاجة لمن يحرسها، هيا. هيا يا سمعان. سقى عطار. نعم يا حسن. سقى. نعم. اذهب إلى باب القلعة وأدخل كل من يريد العمل معنا. أمرك يا حسن. هيا. أما أنت عطار. نعم يا حسن. فابقى هنا عند شعشبونة وعمل على راحتها، فهي فتاة طيبة. أمرك يا حسن. كفيت
يا بدر البدور. لبيك يا بدر البدور. لبيك يا قلعة الزهور. لبيك يا قلعة الزهور. لبيك يا شاطر حسن. لبيك يا شاطر حسن. لبيك. أين نحن؟ انزل أيها العجوز الخرب. انزل. أنت سبب هذه البلاوي التي وقعت على ظهري. من أنت؟ هذا سيدك شعشبون يا أبا فهمان. شعشبون؟ مستحيل. وأنا وسواس الذي ضحك عليك يا خرف الرأس. لا، أريد أن أذهب لحسن. ستذهب لحسن. اجلس 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 ولا تتحرك وإلا قتلتك. هيك اجلس. كذابون منافقون مخادعون أطبخون. أسكت وإلا أسكته إلى الأبد. من الأفضل لك أن تسكت يا أبا فهمان إن كنت فهمانا حقا، لأن شعشبون في حالة غضب، وإذا غضب شعشبون أقام الدنيا وأقعدها. أسكت أحسن لك. وسواس سيدي، ماذا سنفعل الآن؟ الآن يا سيدي نبدأ ليلتنا بالتهديد والوعيد. بداية طيبة. أنا أحب التهديد والوعيد والضرب. نبعث لحسن شخصا يبلغه على لسانك أنت أنه إذا لم يخل القلعة ستقتل أبا فهمان. حسنا، ستذهب أنت إلى حسن. أنا يا سيدي؟ ومن غيرك يصلح لهذه المهمة؟ أنا، أنت تعرف أنني جبان يا سيدي. علام الخوف يا وسواس. لا أظن أن الشاطر حسن سيؤذيك وأبو فهمان هنا. إذا أذاك حسن ضربت أنا أبا فهمان. أنا خائف يا سيدي. علام الخوف. هيا تحرك ولا تخاف، إن الفكرة فكرتك. كنت أتمنى أن تبعث بشخص غيري يا سيدي. لا أحد يستطيع أن يهدد حسن ويقنعه بالانسحاب غيرك. وماذا أقول له؟ هذا رأيك أنت وهذه مشورتك أنت، فقل له ما تشاء. ليتني لم أفكر بهذه الفكرة. وسواس لا تخاف، إذا آذاك حسن قصفت القلعة بالمنجنيق الناري. وما الفائدة؟ أكون أنا من الراحلين. وسواس هيا تحرك. سأذهب بعد أن أغير هذه الملابس. تحرك. أبا فهمان اجلس. أنت اجلس، وإياك أن تتحرك وإلا. أنت منذ الآن سيدة هذه القلعة، ونحن رجالك وجندك وقادتك. ندعو الله أن يوفقك إلى كل الخير لصالح أهالي قلعة الزهور، وندعو الله أيضا أن يوفقنا جميعا لطرد شعشبون من بلاد الزهور وإلى الأبد. أهلا بكم، أهلا بكم في قلعتكم. أهلا يا حماة القلعة، أهلا بالزهور، أهلا بالورود، أهلا بالأكابر، أهلا بي. قف قف، من أنت؟ أنا وسواس. وسواس، يا أهلا يا أهلا ويا سهلا. ما كل هذه الشجاعة التي دبت بقلبك يا وسواس؟ خذني لحسن. بكل محبة، بكل سرور، ولكن لا تستحي من سكان القلعة الجدد. تفضل. ألن تضربني؟ أتحسب أنني شعشبون؟
نحن قوم لا نؤذي. إياك أن تخدعني، إياك أن تفعل بي شيئا، أريد أن تأخذني لحسن. وسواس، أنت الخائف مني وتتردد في الدخول. أدخل أدخل، قلت لك أدخل. سأدخل. وقع وسواس في الفخ يا مشروب الأكابر. خذني لحسن. على عيني. مرآتي يا مرآتي، فما تكون حياتي؟ أنت امرأة بلهاء يسهل الضحك عليها، لكنني أحب الناس وأثق بهم. يجب أن لا تثقي باللصوص والمخادعين والغشاشين والظلمة، حتى لو كان أحدهم أخي، حتى لو كنت أنت نفسك مجرمة، فلا يجب أن تطيعي نفسك أو تثقي بها، لأن النفس أمارة بالسوء. يجب على المرء أن يسيطر على نفسه أحيانا. سيدتي، بالله عليك يا سيدتي، كفي عن الثرثرة مع نفسك. قد تعودت على هذا، لقد حبسني شعشبون هنا مع مرآتي طوال الوقت، لم يبقي لي صديقا ولا صديقة، كرهني بالناس، زرع الشك في قلبي نحوه، كان دائما يردد على مسامعي كل الناس سيئون، يجب ضربهم وتعذيبهم، يجب إذلالهم وإهانتهم، كلهم مخادعون. ليس كل الناس هكذا يا شعشبون. لا، ليس كل الناس. انظر إلى الشاطر حسن، يا له من فتى طيب ولطيف وسمح. ما شعشبون قد حطمني، دمر حياتي منذ كنت صغيرة، وهو يكذب علي ويعزلني عن الناس. مرآتي يا مرآتي، ماذا أصبحت حياتي؟ شيء، لا شيء، لا زوج ولا حبيب، لا أخ ولا أخت، لا صديقة ولا صديقة. حطمني شعشبون، حطمني شعشبون، حطمني. ألا فعلم أيها العجوز الخارف أنني سأقذف القلعة بالحمام الحمراء بالقذائف النفطية؟ أتظن أنك تخيفنا بتغييداتك؟ من الأفضل لحسن أن ينسحب من القلعة. لن ينسحب، سنرى. سيعود وسواس بعد قليل وستسمع الجواب بأذنيك. سأغضب على حسن إن هو انسحب من القلعة. لا تخاف على حياتك؟ لا، أنا عجوز طاعن في السن، ولا يهمني أن أودع وجهك الظالم، لكن حياة أهالي قلعة الزهور أهم من كل شيء. إذا كنت ترى ذلك إن حسن يعتقد غير هذا. أدعو ربي أن يلهمه ما هو لصالح أهالي قلعة الزهور. ماذا قلت؟ وسواس هنا يريد التحدث إليك. وسواس؟ نعم. أدخله يا سقا. حسن، أنا أحمل لك رسالة من شعشبون. بل احملها لسيدة القلعة. أولست أنت سيد القلعة؟ لا، إنها بدر البدور. أنا لا أتحدث مع النساء. بل تتقدم منها وتنحني وتسلم، وإن كان لديك شيء تقوله
تقوله لها، هل فهمت؟ تقدم. انحني انحني. ما الذي يجري هنا؟ كأنني في قلعة أخرى. قل ما لديك يا وسواس. هل ستسمع كلامي؟ ما له لا يتكلم، إنني لم أسمع شيئا بعد. انطق أيها الرجل، قل ما عندك وإلا طردناك من هنا. أنا رسول شعشبون إليكم. هل أقبض عليه يا سيدتي؟ أقصد يا أختي. لا يا فهمان، إن شعشبون سيد القلعة. إن شعشبون ليس سيد القلعة، سميه شعشبون فقط. إن شعشبون فقط يحاصر القلعة الآن بعساكره ومنجنيقه الناري الذي يقذف الحمى والقذائف النفطية. ادخل بالموضوع ولا تلف وتدور، لن ترهبنا من جنيقات شعشبون ولا عساكره. إن شعشبون فقط يسلم عليكم ويأمركم بأن تغادروا القلعة فورا. يا لوقاحته، إنه مجنون، لأنه يظن أن هذه القلعة هي قلعته. إنها لكذلك يا سيدتي. هل أؤدبه يا أختي؟ لا يا فهمان، قل لشعشبونك أننا لن نغادر القلعة أبدا، بل إننا سنعمل جاهدين على اقتلاعه هو وعساكره من بلادنا. مساكين، أنا أنصحكم بإخلاء القلعة نصيحة أخ لإخوانه. هل أؤدبه يا أختي؟ لا يا فهمان، سأبعث لشعشبون برسول من عندي ليخبره أننا ما اعتصمنا هذه القلعة حتى نخليها له. هل أبلغه ذلك بنفسي يا سيدتي؟ لا، فأنت ممن كنا نبحث عنه يا وسواس. أنصم التهور. ما الذي يجعلك واثقا من نفسك هكذا؟ لأن أباك الذي رباك، أقصد أبا فهمان، أسير عند شعشبون، وإذا لم تخلوا القلعة فإن شعشبون سيقضي عليك.